والله يا عالم خلينا خلينا ايد ابليس بيدينا واحنا عقوب افعالنا اي خلينا خلينا ايد ابليس. ام حسبت ان الضمائر اذن عدها تريد توعظ؟ أم حسبت أن الضماير إذن عدها تريد توعظ؟ فتية أهل الكهف قعدت وإحنا لسه نريد ننهاض مثيل أعمى وراد يبصير بس وصل للنور غماض مثيل أعمى وراد يبصر بس وصل للنور غمض والذات صارت مظلمة ويدور دروب العمى ما تصلح أحوال السماء أو لا تسوي براسك الحظ أو لا تسوي براسك كل حظ. فرعون خيرنا على أمره وصرنا نشوف التامرة جمرة. فرعون خيرنا على أمره وصرنا نشوف التامرة جمرة. نلوم الجمر لو صار يجوينا واحنا عقوب افعالنا شينا. نعيب الزمان واحنا عبا نعيب والله والله يا عالم عجيب. نعيب الزمان الايادي والله يا هلا بيك. خلينا خلينا ايد ابليس بيدينا واحنا عقب. خلينا واحنا شبينا. نعيب الزمان واحنا عبا خلصت اصحاب البصيرة او ما بقيت الا القلائل اللي ياكل باموال غيره. صار يتسمى مناضل صار يتسمى مناضل واللي يسعى الكد حلاله عدنا صار نسوان فاشل واللي يسعى الكد حلاله عدنا صار انسان فاشل. ما دمر لها المجتمع إلا الحرام اللي انطبع باللابس ثياب الورع وهو ويخ نزير ياكل وهو ويخ نزير ياكل أكل الحرام بكل مسيرة ما يخلي للإنسان غير الله الله. أكل الحرام بكل مسيرة ما يخلي للإنسان يا غير عدنا حتى تحيينا وإحنا عقوب أفعالنا. نعيب الزمان نعيب الزمان وإحنا عبا نعيب على عيني والله والله يا عالم عجيب.
نعيب الزمان المجتمع ما يصلح الله المجتمع ما يصلح الله إلا كون تصلح أهله لجن هالمفهوم عدنا ضايع وهاك الأدلة بشر واقف على القبلة وهو ياخذ غيبة أهله بشر ياخذ غيبة أهله بشر ياخذ غيبة أهله بشر ياخذ غيبة أهله وهو واقف على القبلة لسانين أصبح يقترض ويجرح بكيف العرض لو مشى لو ظل يمشي على الأرض لو ظل يمشي على أريض الأرض تتنجسي بظله الأريض تتنجس بظله وبعد لو يعطسي وهالعطسة تنفث حتى الهوى يصبح ملوف لو يعطس وهالعطسة تنفث حتى الهوى يصبح ملوث بتلويث جونا احنا لنعينا واحنا عقوب افعالنا شينا نعيب الزمان واحنا عب نعيب الزمان ما تجذور الأخوة ما تجذور الأخوة ويبسة أغصان المشاعر وكل من بعصر المهانة عنتر على الناس صاير عنتر على الناس صاير أقل كلمة وياي يقلك بينك وبيني العشاير بينك وبيني والبعض من أهلي العقل حط الضمير شكم قفل والبعض من أهلي العقل حط الضمير شكم قفول لقوامه صارت له شغل لقوامه صارت له شغل اش مات عمره يقول حاضر اش مات عمره يقول حاضر وبعد مستعد ان يقول تأويل مستعد أني قول تأويل هابيل هو القتل قابيل مستعد أني قول تأويل هابيل هو القتل قابيل ونقول آدم رادي غوينا وإحنا عقوب أفعالنا شو نسوي نعيب الزمان نعيب الزمان والله والله يا عالم عجيب نعيب الزمان الدين أصبح قنبلة ويدق جرسها لو تشوف عمامة تمشي بسرعة منها تمج نفسها والخلل مو بالعمامة
الخلل بالشخص اللي بسها صح البعض منهم غوة بس البعض يصنع ضوة بس البعض يصنع ضوة مو كل أصابيعك مو كل أصابيعك سوى يختلف حسها ولمسها يختلف حسها أو لمسها الدين لو يمشي على تنظير لحية القاضي مكنسة تصير الدين لو يمشي على تنظير لحية القاضي مكنسة تصير للدين هذا فيون سوينا واحنا عقب افعالنا الشينا نعيب الزمان واحنا ها نعيب والله والله يا عالم نعيب الزمان خلينا ايد ابليس بيدي واحنا عقوب هلا بيك خلينا ايد ابليس واحنا عقوب نعيب الزمان نعيب الزمان واحنا عبه إلى الشاعر هادي السلام الكاظم يا غاتي البشر عدنا شوكت يصحى وعقل يتكامل نضوج يريد ينهض مهور حظه وهو يفتقل سروجه مثل واحد رجل عوجه بس يقول القاع ما يوم فكر بالعكس وقال ارد اغير النفس نايم ورجليه بالشميس او يتنى للغايب خروجه او يتنى للغايب خروجه ما بطل لسان انتقادات حتى على اللي صار واموات ما بطل لسانه انتقادات حتى على اللي صار واموات بيا وجه راح نلاقي مهدينا واحنا عقوب افعالنا نعيب الزمان واحنا هلا بيك والله والله يا عالم عجيب هلا بيك والله